وزار المحافظ بدر الفحل دائرة اللجان الطبية واطلع ميدانيا على سير عمل اللجان الإدارية ولجنة الفحص الطبي، وحدد عددا من الملاحظات التي تم رصدها رفقة المخول بإدارة صحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان. وقرر المحافظ تخصيص موظف لشؤون البريد والتواصل مع وزارة الصحة لطلب أجهزة باركود إضافية لصحة الصدور لمعالجة التأخير، كما وجه لتنظيم استشارية خاصة داخل لجنة الفحص الطبي لضمان إنجاز كافة الإجراءات داخل اللجنة وعدم إحالة أي حالة إلى خارجها، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وضمان الانسيابية. من جانبها، أوضحت لجنة الفحص الطبي أن العدد النسبي الذي يمكن معاينته يوميا يصل إلى 50 مراجعا، بالإضافة إلى الحالات الطبية الخارجية، فيما أكد رزوقي معالجة التأخير في صحة الصدور من خلال إجراء فحوصات جديدة وتنظيم تقارير طبية تدخل في نظام الأرشفة.